السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من جرائد البداية مع أبرز العناوين. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم: في الوسط البحرينية هيدسون فخور بفريق وكنا الأفضل أمام العراق، إياد الصالحي كتب في المدى العراقية الأولمبي العراقي لإثبات جدارته، الوطن القطرية فؤاد بهلوان نرغب في تخطي الأزرق، في الأنباء الكويتية الحيام الأزرق يلعب بمن حضر ونطمح للمنافسة على اللقب، في العرب القطرية أحمد خليل دعم الجماهير عامل مهم للعنابي، مصطفى الآغا كتب في الوطن القطرية شرعية أم لا شرعية، أسد تقي كتب في القبس الكويتية المواقف تلد أبطالا، في الجزيرة السعودية الجابر أستغرب التقليل من فوزنا والخمسة واقعية، في الرياض السعودية كارينيو مدرب الأهلي ذكي وسنخوض مباراة نهائية، في الخبر الجزائرية الكاف يجمد أرصدة الاتحاد الجزائري بسبب قرصنة بوركينا فاسو، في الجمهورية المصرية أزمة بين الجبلايا والتلفزيون بسبب غرامة الفيفا، عالميا في الاندبندنت البريطانية اللعب مع الكبار مفيد في الدور الممتاز، مويس يتوقع عودة روني أمام توتنهام، في سبورت الإسبانية غوارديولا لم تكن حقبتي بل حقبة ميسي، في فقرة غريب عجيب عريس يطلق النار على مغني حفل زفافه بالخطأ. بطولة سلبية فنيا رائعة تنظيميا، هذا ما يمكن قوله عن النسخة الثامنة من بطولة غرب آسيا لكرة القدم المقامة في الدوحة، والتي سجلت حتى يوم أمس تسجيل هدف وحيد في 5 مباريات، إجماع على تواضع المستوى الفني في البطولة. البعض عزى ذلك إلى الحذر من قبل المنتخبات، خاصة المجموعة تضم 3 منتخبات فقط، وهذا ما يجعل النقطة مهمة في تحديد المصير. اليوم الكويت ولبنان مجددا، هذه المرة في بطولة غرب آسيا، مواجهة جديدة ستجمع المنتخبين الشقيقين في ملعب السد، من المتوقع أن تكون حاسمة جدا لمنتخب الأرز الذي تعادل في الجولة الأولى مع منتخب النشامة. لهذه الغاية نستقبل في الاستوديو الأستاذ مانا حيان مبارك رئيس بعثة منتخب الكويت والأستاذ رشيد نصار منسق منتخب لبنان. بسم الله نبدأ، أبرز ما تناولته صحف العالم صبيحة هذا اليوم. ما زال مسلسل التعادلات مستمرا في بطولة غرب آسيا، حيث انتهت المواجهة القوية بين البحرين والعراق بالتعادل السلبي، وكانت قد سبقتها مباراة السعودية وفلسطين التي انتهت سلبية أيضا. الإنجليزي أنتوني هيدسون مدرب الأحمر البحريني أعرب عن فخره بلاعبي البحرين بعد تقديمهم مستوى جيد أمام العراق. هيدسون قال: تجمع اللاعبون لمدة 10 أيام وأثبتوا بأنهم مميزون من خلال المباراتين السابقتين أمام عمان والعراق. لم نخسر في 7 مباريات خضناها في الفترة الماضية، أشعر بعدم الرضا من الناحية التهديفية، لكنني راض تماما عن الأداء المقنع الذي قدمه اللاعبون. لعبت أمام العراق بمهاجم واحد، سبب إجراء تغييرات في تشكيلة المنتخب يعود لكسب لاعبي الخبرة وإعطائهم فرصة أكبر للمشاركة، وسبب الآخر يعود لإرهاق بعض اللاعبين بعد المستوى الذي ظهروا عليه في لقاء عمان. إلى العراق، إياد الصالحي الكاتب في جريدة المدى العراقية أكد أن مشاركة المنتخب الأولمبي العراقي في بطولة غرب آسيا تأتي من منطلق إثبات جدارته بتمثيل الكرة العراقية. الكاتب أشار لأن خيارات المدرب هادي مطنش اللاعبين في هذه البطولة تأتي في ظروف صعبة. في خضم التواصل المحموم بين الفرق المشاركة ببطولة غرب آسيا ورغبة منتخبنا في إثبات جدارته بتمثيل الكرة العراقية، تباينت الأصوات المتواجدة هنا عراقيا وعربيا بخصوص خيارات الجهاز الفني لتشكيل منتخب مستقر في الرؤى والطموحات. ولا يخضع لاجتهادات مدرب المنتخب الأول حكيم شاكر أو زميله هادم طنش المسؤول عن المنتخب الأولمبي في واحدة من أصعب الظروف
التي وضعه فيها اتحاد الكرة غير الشرعي الذي لم يولي أي اهتمام بالمشاركة هذه كاهتمامه في كيفية ضمان مقاعد وثيرة أثناء الدورة الانتخابية المقبلة. المنتخب اللبناني جاهز لمواجهة الأزرق. فؤاد بلهوان مدير منتخب الأرز أكد أن فريقه سيقاتل من أجل الفوز على المنتخب الكويتي والتأهل للدور قبل النهائي. وعن تقييم المستوى العام للبطولة أشار بلهوان لأن مستوى البطولة سيتغير مع الدخول في المباريات المصيرية التي ستحدد هوية الفرق المتأهلة. نلعب هذه البطولة في ظل غياب محترفي المنتخب، لكننا نقدم مستويات رائعة للغاية، وما زال لدينا الكثير لنقدمه أمام المنتخب الكويتي في المباراة المصيرية التي ستجمع بين الفريقين اليوم، والتي ستحدد هوية الفريق المتأهل للدور قبل النهائي من البطولة. لدينا طموح كبير في تحقيق نتائج رائعة ببطولة غرب آسيا والوصول لأبعد مكان فيها، كما نسعى لتقديم مستوى راق يليق بكرة القدم اللبنانية وتشريف المنتخب اللبناني في أفضل صورة ممكنة. وفي إطار المواكبة لمباراة اليوم نستقبل في الاستوديو الأستاذ مانح حيان مبارك رئيس بعثة منتخب الكويت والأستاذ رشيد نصار منسق منتخب لبنان. أهلا بكم ضيفين عزيزين على برنامج جرائد. أهلا فيك أستاذ جاسم، سعداء جدا. أنا سعيد الصراحة أتكلم فيك اليوم في برنامجك المشهور، وبنفس الوقت أسعد أن يكون معي الأستاذ رشيد، نكون إحنا ضيوف عندك اليوم في هذا البرنامج. يا مرحبا فيك. أتمنى نكون خفيفين على المشاهدين. مبين الجو في روح رياضية من البداية. لا لا قبل المواجهة قبل اليوم. روح رياضية بينك. لطالما كانت موجودة. موجودة نعم. الله يعطيك الصحة والعافية. مبارك نبتدي وياك المباراة الأولى الأزرق في هذه البطولة. الأزرق بيكون مرتاح أكثر من لبنان. والله شوف احنا بالنسبه حق الازرق، الازرق يعني قادم بمجموعه شباب وجيل جديد حق الكره الكويتيه. اليوم هذه البطوله يمكن الجماهير معرفت اسماء اللاعبين فيها في كل المنتخبات تقريبا، اسماء جديده راح تبدا وراح يعني تطلع من هذه البطوله، وانا اعتقد ان الازرق جاهز باذن الله، وعندنا ثقه كبيره في ابنائنا اللاعبين وفي جهازهم الفني والاداري في الوصول للهدف واللي هو تخطي فرق المجموعه الوصول لمرحله المباريات النهائيه. فأملنا كبير، لكن كره القدم نتائجها في علم الغيب، يجب ان نعرف ان شبابنا ما عليهم ايضا